أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء يستعد لمغادرة آخر أفواج حجاج البر، وذلك على متن عبارة عليها 603 من الحجاج بالإضافة إلى 20 أتوبيس، وبذلك يصل إجمالي عدد الحجاج البر المغادرين لميناء نويبع 4000 حاج و105 أتوبيسات حاج منذ بدء الموسم بعد توقف 4 سنوات للحج البري منذ أزمة كورونا.